مع الحدث. مع الحدث وأحداث أكيد جديدة مستمعينا تتواصل أكيد في محافظة مسقط أو خارج محافظة مسقط. اليوم مستمعينا حابين نقترب معاكم أيضا من تفاصيل أوفى مع فعالية راح تكون في جامعة السلطان قابوس بإذن الله، وبالتحديد تقيم جماعة الهندسة الميكانيكية هذه الفعالية. طبعا راح يكون عندهم باب تسجيل عن مسابقة محاكاة سباق السيارات على أجهزة إكس بوكس ون. راح نتعرف مستمعينا معاكم إيش هذه المسابقة وآلية أيضا المشاركة فيها لطلاب جماعة الهندسة الميكانيكية في جامعة السلطان قابوس. معنا خليل بن محمد الزكواني رئيس جماعة الهندسة الميكانيكية. خليل صباح الخير، حياك الله معنا. صباح النور وصباح الورد عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة الشباب إن شاء الله. حياك الله خليل. يعني مسابقة محاكاة سباق السيارات على هذه الأجهزة أجهزة إكس بوك ون، إيش تعني هذه المسابقة؟ خلينا نشرحها ونبسطها شوي للمستمعين إن شاء الله. بالنسبة للفعالية أخت سلوى، هذه الفعالية تأتي في إطار فعاليات جامعة الهندسة الميكانيكية في عامها الجديد بالتعاون مع شركة ظفار للسيارات. الفعالية عبارة عن مسابقة لمحاكاة السيارات، محاكاة متكاملة إن شاء الله راح تكون. يعني بمعنى أنه المتسابق أو المشترك راح يجي ويجلس على كرسي يكون أمامه مقود السيارة وتحته طبعا دواسات البنزين والفرامل، ويتم في محاكاة حقيقية لسباق سيارات طبعا. يعني يكون في طبعا إذا كان لا سمح الله صار في اصطدام خلال السباق راح يشعر المتسابق بالاهتزازات وبالأصوات، يعني مثل الواقع إن شاء الله. يعني إنه هو راح يجلس على هذا المقود مثل ما ذكرت، وكيف راح يشعر بهذا الأمور اللي راح تحصل؟ في آلية معينة يعني بتصير في المسابقة؟ نعم، الكرسي راح يكون موصل بأجهزة خاصة لمحاكاة الاهتزازات والأصوات، وفي سيستم طبعا خاص للأصوات متواجد فريد من نوعه حقيقة خصيص لهذه السباقات وهذا النوع من الفعاليات. يعني نعم، يعني جميل هذا المسابقة، وبالتحديد هل خصصتوها فقط لطلاب الهندسة الميكانيكية أو أن كل الطلاب في إمكاني أنهم يشاركوا معاكم؟ حقيقة هي المسابقة عبارة عن جولات كانت نظمتها يعني برعاية ظفار للسيارات، وآن الأوان أن يكون في جولة خاصة لطلاب جامعة السلطان قابوس اليوم. نعم، في جولات كانت حقيقة في نزوة، في صحار، في صلالة، واليوم راح يكون متواجدين إن شاء الله في جامعة السلطان قابوس. نعم، خلينا نتكلم عن المتسابقين. كيف كانت آلية اختيار المتسابقين؟ هل خضعوا مثلا إلى تقييم مسبق أو إيش الآلية خليل؟ لا والله ما في كان أي تقييم، والتسجيل تسجيل يكون نشرنا كذا استمارة للتسجيل ويعبيوا الاستمارة بس يعني يكون في شروط أنه يكون فوق 18 سنة. نعم، وأنه يكون عنده رخصة قيادة. نعم، لا شيء أكثر، لا شيء أكثر. يعني أكيد كل مسابقة خليل لها أهداف معينة حابين توصلوا لها كطبعا جماعة، بالتحديد جماعة منظمة لهذه المسابقة. إيش الأهداف اللي رسمتوا لها لهذه المسابقة؟ هذه المسابقة تأتي في إطار الترفيه عن شباب جامعة السلطان قابوس. طبعا مثل ما تعرف إحنا طالعين الحين من سنة دراسية مليئة كانت بالامتحانات والأنشطة، فحبينا تكون هذه الفعالية نقطة كما تقولي ترفيهية للشباب بعد هذا العام الدراسي المضغوط. يعني نعم، في جوائز معينة راح تكون أيضا أكيد للفائزين في هذه المسابقة، أيضا كتحفيز أيضا للطلاب. ومثل ما ذكرت أيضا أنه جميل أنه الطالب بعد العام الدراسي يكون أيضا عنده مسابقة وعنده أيضا فعالية في نفس أكيد الحرم الجامعي، وأن يحاول قدر المستطاع أنه أيضا هذا الطالب يبرز أيضا مواهبه بعيد أيضا عن الدراسة. فأكيد في أيضا أشياء معينة وجميلة أيضا لهذا الطالب عشان أيضا يتشجع للقادم بإذن الله. أكيد بالنسبة للجوائز أخت سلوى، في جوائز قيمة مقدمة من ظفار للسيارات. جائزة المركز الأول عبارة عن سيارة دودج تشالنجر SRT8. يعني كل الجوائز راح تكون عبارة عن سيارات؟ لا، المركز الثاني بيكون أيضا سيارة دودج تشارجر
ما نذكر بالمرة بنت. ما في داعي نذكر اسم السيارة أخوي خليل. لا هذه نعم هذه معروضة حتى في إعلان الشركة يعني نعم بس الجميل اللي الجوائز. نعم لفت انتباهي انه ما شاء الله جوائز قيمة جدا، والمسابقة يعني على مستوى طلاب لكن ايضا جوائز جدا قيمة، بالتالي هذا في تشجيع. المسابقة مثل ما خبرتك أخت سلوى وأيضا على المقاطعة نعم مثل ما خبرتك هي على مستوى السلطنة، وهذه جولة خصيصا لجامعة السلطان قابوس يعني. نعم في إمكانية إنه في المستقبل، طبعا الجوائز جدا مغرية، في إمكانية في المستقبل إنه هذه أيضا المسابقة تخرج من جامعة سلطان قابوس وأيضا لكافة أيضا الطلاب أيضا الكليات أو حتى الطلاب في المدارس مثلا في المستقبل. نعم ليش لا؟ في كانت طبعا في جولة اللي خصيصة للكلية التقنية العليا نعم وحدثت يعني في الأيام السابقة. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إيش مشاريعكم القادمة في جماعة الهندسة الميكانيكية أخوي خليل؟ بالنسبة لجماعتنا جماعة الهندسة الميكانيكية حقيقة احنا وضعنا خطة متكاملة للسنة القادمة في فعاليات وأنشطة ومسابقات راح تكون، وطبعا راح يكون لكم السبق في التغطية مثل ما تعودنا منكم. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. بس نذكر بالمكان والزمان للمسابقة اليوم، في أي قاعة بالتحديد راح تكون؟ المسابقة اليوم راح تكون في قاعة المعارض بمركز خدمات الطلاب في جامعة سلطان قابوس، راح نبتدي إن شاء الله الساعة 12 ظهر نعم ولحد الساعة 8 بالليل، وراح يكون أيضا غدا نعم متوقف لمدة يومين. الفعالية. أيوه أي نعم نعم غدا راح يكون من الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء. نعم، ودعوة عامة للجميع اللي حاب يحضر ويشاهد هذه المسابقة والإثارة. أكيد أكيد أكيد. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. خليل بن محمد الزكواني رئيس جماعة الهندسة الميكانيكية في هذه المسابقة، مسابقة محاكاة سباق السيارات، ونتمنى إن شاء الله أيضا التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقة. شكرا لك يا أخوي خليل. شكرا لكم وشاكرين لكم هذه التغطية الإعلامية اللي تعودناها منكم حقيقة. شكرا خليل، متواصل أكيد معاكم مستمعينا وصباح الشباب.